اعتبارا من الساعة 8 من مساء يوم غد لحد ستسري إجراءات تخفيف للحجر الصحي بإقليم ورزازات، اتخذتها السلطات المحلية في ضوء تطور الوضعية الوبائية، وتهم على الخصوص إغلاق المحلات التجارية والخدماتية والحرفية على الساعة 10 مساء، ومنع التنقلات في الشارع العام على الساعة 11 مساء. الإجراءات اللي اتخذتها لجنة اليقظة الإقليمية فيما يتعلق بالتخفيف من الحجر الصحي بورزازات جات في محلها، خصوصا بعد ما يقارب 3 أسابيع من التشديد واللي عطات الأوكل ديالها من حيث استقرار الحالة الوبائية بالإقليم، وحتى إن شاء الله غادي ينعكس حتى على مستوى يعني الوتيره الاقتصاديه والاجتماعيه بالاقليم، نظرا لانه يعني اوقات الديروه في ورزازات كتكون في الفتره المسائيه. اللجنة الإقليمية لليقظة الصحية بإقليم ورزازات شددت كذلك على ضرورة التحلي بالمزيد من الحيطة والتقيد الصارم بجميع التدابير الوقائية. كنطلب من الناس انهم يزيدوا يلتزموا باش نحاولوا اننا نتغلبوا على هذا الوباء هذا ونسجلوا حالات اقل من اللي كنسجلوها دابا. كندعو سكان مدينة ورزازات أنهم يحافظوا على البروتوكول الصحي اللي هو من ارتداء الكمامة، مسافة الأمان، التباعد، وطبعا التعقيم المستمر. السلطات الإقليمية أشارت أيضا إلى أن إجراءات التخفيف ستستمر وفق تطور الوضعية الوبائية بإقليم ورزازات، مؤكدة أن التدابير الأخرى التي اعتمدت يومي 3 و4 شتنبر الجاري سيظل معمولا بها.